بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في التسجيل الماضي اللي هو في موضوع اللي هو المومنت اوف فورس، وقلنا يا باش مهندسين احنا بدنا لو حكينا عن المومنت اوف فورس يعني احنا بنحكي عن عدة مواضيع في بعضها مربوطة. اول حاجة حكينا عن المومنت اوف فورس يعني في المحاضرة الماضية او في التسجيل الماضي حكينا عن المومنت اوف فورس اللي هو الموضوع السكيلر فورموليشن. قلنا ايش يعني السكيلر فورموليشن؟ يعني المومنت هنا بده يساوي القوة مضروبة في ذراعها، وبده يكون له اتجاه اما مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. طيب انت عملية بدك تحكي انه له اتجاه، اذا اللي هو موضوع المومنت هو، وحكينا انه موضوع المومنت هو عبارة عن اللي هو عن قيمة متجهة، يعني له قيمة وله اتجاه، عبارة عن فيكتور، بالتالي له قيمة وله اتجاه. طيب بعد ذلك انتقلنا لموضوع اللي هو الكروس برودكت، وحكينا انه الكروس برودكت الناتج بيكون فيه فيكتور برودكت فيكتور، تمام، برضو بيكون عبارة عن فيكتور. طيب والموضوع في الكروس برودكت عبارة عن حل محدد. طيب وبدنا ننتبه لموضوع القاعدة اللي بتقول لي الاي في جي بيساوي كي، جي في كي بيساوي اي، كي في اي بيساوي جي. اي عكس غير ذلك اللي هو موضوع اللي هو الدائرة او الدائرة اللي لها ثلاث ابعاد الاي والجي والكي، تمام. لو عكسنا الاتجاه حكينا بكون عند الناتج سالب. طيب بعد ذلك انتقلنا الى المومنت اوف فورس اباوت بوينت الفيكتور فورموليشن. ايش يعني فيكتور فورموليشن؟ اسهل طريقه لحساب هذا النوع من المومنت هو ايش؟ الكروس برودكت. طيب لو قال لي المومنت هذا فيكتور بيساوي ار هذا فيكتور مضروبه في الاف هذا فيكتور، وقلنا الار هي عباره عن اللي هو البوزيشن فيكتور لا اللي هو المسافه او المحور العمودي على خط اتجاه القوه، قلنا الار ممكن هنا نمثله بعده نقاط، عده يعني ما عنديش انا ار محدده هل هي بدايه القوه او نهايه القوه، لا هو الار عباره عن البوزيشن فيكتور بتوين النقطه اللي انا بشتغل حواليها مومنت لحد اللي هو لاين اوف اكشن للفورس. طب وين بالضبط في اللاين اوف اكشن اوف فورس؟ وقول لي اي نقطة في اللاين اوف اكشن اوف فورس، تمام. طيب بيطلع عندي الناتج ادا فيكتور. لو انا يا باشمهندسين طلبته منك اللي هو سكيلر يعني بس بدي اياه قيمة فقط المومنت، هنا تقول لي والله انا بروح بجيب يونت فيكتور للمحور اللي انا بشتغل حواليه وبجي بضربه دوت برودكت في قيمة الكروس برودكت ار كروس اف، تمام. بعد ذلك برضه انتقلنا لموضوع الكابل مومنت. قلنا الكابل مومنت له شروط انه القوتين تكون متساويتين ومتعاكستين وخط عملهما غير مشترك. نحاول اليوم ان شاء الله نغطي مجموعه اسئله على المواضيع اللي تم ذكرها، تمام. طيب لو اجينا اول شغله بيقول لي determine moment of the force about the point O. لاحظ هاي البوينت O، تمام. طيب بقول لي الان ايش بده؟ بده المومنت اوف فورس اباوت او. طيب دائما قلنا المومنت في هذا الشغله هنا بيحكي لي عن سكيلر فورموليشن، بيحكي عن سكيلر فورموليشن، تمام. وبالتالي المومنت بده يساوي ايش؟ الاف في دي. طب مين دي؟ دي عباره عن المسافه العموديه ما بين مين؟ ما بين النقطه واللاين اوف اكشن للفورس. لاحظ هي الفورس هنا، هاي اللاين اوف اكشن الى كله هذا لاين اوف اكشن للفورس، تمام. طيب انا بدي الان المومنت، بقول له المومنت عباره عن قيمه هذه القوه في الدي عباره عن مين كمان مره؟ المسافه العموديه ما بين اللاين اوف اكشن والنقطه او، تمام. طيب وبيساوي بالتالي بس انا هنا بدي انتبه لاتجاه المومنت. لاحظ انه هالقوه هاي بتسحب الجسم بهذا الشكل، تمام. وبالتالي يسهل على الجسم اللي هو ايش؟ الدوران بهذا الاتجاه، وبالتالي مع عقارب الساعه. لو انا فرضت عقارب اللي هو المنفذه كاونتر كلوك وايز زي ما انا عامل في المثال، بقول له تمام المومنت عباره عن اف مضروب في القيمه، وطيب انا اتجاهه القيمه 100 مضروبه في 2 دي اللي هي عباره عن 2 متر. طب اتجاهه، طب انا حاط البوزيتيف كاونتر كلوك وايز، طب لكن هو بيشتغل كلوك وايز بحط له سالب، اذا هو عباره عن سالب 200
عن سالم 200 كاونتر كلوك وايز. اذا هو 200 كلوك وايز، 200 كلوك وايز. طيب هاي مثال ثاني في حالة قوة عمودية، حكينا انه برضو المومنت بيساوي، المومنت بيساوي القوة مضروبة في البعد العمودي، البعد العمودي ما بين اللاين اوف اكشن للفورس والنقطة او، والنقطة او. طيب يا باشمهندس، او انا اللي بسأل الاسهل علي ان انا اروح وانا عامل ايش، وانا قايل له بنحلل القوى لمركباتها المشهورة الاكس والواي، تمام؟ وبالتالي 150 باوند، هذه 150 باوند، لو انا بدي احللها في الاكس 150 في 12 على 13، بدي احللها في الواي 150 في 5 على 13، تمام؟ بعد ذلك بطبق اللي هو قاعده المومنت، انه انا بحدد اتجاه المومنت البوزيتيف اللي هو هنا حددناه كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز. طيب نقول الكاونتر كلوك وايز بوزيتيف مومنت، لكن انا عندي القوتين مركب المركبتين للقوه بيعملوا كلوك وايز، يعني التنتين بياخذوا الشرط السالب. طيب لو انا جيت هنا للمسافه العموديه ما بين المركبه اللي في محور س والنقطه او هي 2 فولت، المسافه العموديه ما بين المركبه الراسيه واللي هو البوينت او عباره عن 7 فولت، وهنا بيقول لي ايش النتس بيطلع معي 681 نيوتن دوت متر، بس عاد ايش كلوك وايز، او بنقول له سالب 681 سالب 681 نيوتن دوت متر، تمام تمام. طيب هان بقول لي determine the magnitude of force، هاي سؤال ثاني، determine the magnitude of force F that should applied at the end of lever to create moment، عشان تولد moment 15 newton per meter clockwise about O when theta equal 30، تمام؟ نجي الآن نشوف اللي هو الرسم اللي بتوضح لي المثال. بقول لي أنا هنا بدي أطبق، هنا بدي أطبق قوة مقدارها F، بدي قيمة F هاي بحيث انا اتطبق عندي مومنت مقداره 15 نيوتن دوت متر بس كلوك وايز، 15 نيوتن دوت متر كلوك وايز، تمام؟ طيب بقول لي الزاويه هنا بدها تكون 30، ثيتا هاي بدها تكون 30، ثيتا بدها تكون 30. طيب يا باشمهندس انا كيف في هذه الحاله، انا اول شغله بقول له انا عندي المومنت بيساوي اللي هو القوه في البعد العمودي للقوه عن النقطه اللي انا بشتغل عليها. طيب عشان اقول كمان شغله، القوه هنا مقدارها اف، لكن القوه اف هاي ممكن انا احللها لمين؟ للمركبه الافقيه الها والمركبه العموديه الها. المركبه الافقيه اف كوساين ثيتا، تمام؟ طب والمركبه العموديه اف ساين ثيتا، اف ساين ثيتا. طيب نجي الان نقول له المومنت هنا، المومنت حوالين او بده يساوي 15 او بده يساوي ناقص 15 كلوك وايز، ناقص 15 كلوك وايز، وبالتالي انا بده يكون محدد اللي هو الاتجاه كاونتر كلوك وايز هو البوزيتيف، تمام؟ وبالتالي الناقص 15 هاي، الناقص 15 لاحظ هنا هاي ايش بدها تعمل؟ هل بدها تلف لي الجسم كلوك وايز ولا كاونتر كلوك وايز؟ طيب نقول له بدها تلف الجسم كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك ايش وايز. الان نشوف هنا الحال هنا عندي اف كوساين ثيتا وهنا اف ساين ثيتا، لاحظ هنا في 50 ملي ارتفاع ما بين اللي هو هاي المحور المائل اللي طوله 300 ملي واللي هو البول او اللي بقول عنها هنا ممكن هو مش هي بول، نعتبرها بول، تمام. طيب لاحظ الان بدي المسافه العموديه ما بين المركبه الأفقية والنقطة O، المسافة العمودية اللي هي عبارة عن هاي المسافة، تمام؟ والمسافة العمودية ما بين المركبة الرأسية والنقطة O اللي هي المسافة هاي، تمام؟ المسافة هاي معطينا هاي 300، حللناها هنا 300 كوساين 60، 300 ساين 60. الآن الناقص 15 هاي بدها تساوي F كوساين 30 في بعدها، قديش بعدها؟ بعدها بيساوي ال 50 هاي زائد ال 300 ساين ال 60، شايفها؟ هاي ما هي بتصير هنا راسيه، تمام؟ اذا ال 50 زائد 300 ساين ال 60 وهذول ايش؟ مليمتر. بدي احولهم لمتر الف، لانه ايش ليش حولت لمتر؟ لانه اصلا هو معطيني النيوتن المومنت نيوتن دوت متر. اذا الاف كوساين ثيتا في بعدها، اف كوساين 30 بعدها بتساوي 50 ملي زائد 300 ساين ال 60 على 1000، كله على 1000. طيب
نجي للاف ساين ال 60. اف ساين ال 60 هاي بدها برضو تعمل كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز بحيث قيمته، قيمته يا باشمهندس اللي هو بدها تكون قيمه المومنت تساوي الاف ساين ال 30 مضروبه في بعده عن النقطه او 300 كوساين ال 60، 300 كوساين ال 60 على 1000. لاحظ طلعت عندي اف هنا 77.6، 77.6. نيجي لسؤال، هذا السؤال من الكتاب رقم 34. In order to hold the wheel pro in the position shown, يعني انا بدي احافظ على هاي العجلة او العربة بهذا الشكل بحيث انه بهاي الابعاد، تمام بهاي الابعاد، بقول لي انا لازم اطبق قوة مقدارها اف بزاوية 30، قوة مقدارها اف بزاوية 30 عشان يتولد لي كاونتر كلوك وايز مومنت 200 نيوتن دوت متر، كاونتر كلوك وايز 200 نيوتن دوت متر، تمام؟ طيب بقول لي بالله يجيب لي قيمه الاف، جيب قيمه الاف اللي بتولد لي 200 نيوتن دوت متر كاونتر كلوك وايز، بتحافظ على الشكل كما هو، يعني بتخلوه يعني بتمشي العربه بهذا الشكل، تمام؟ طيب عشان انا احكي له الان تمام، عشان انا احكي له بدي اجيب قيمه اف، بقول له اول حاجه المومنت اللي عندي 200 نيوتن دوت متر وكاونتر كلوك وايز، يعني بوزيتيف 200 نيوتن دوت متر. لو انا فرضت المومنت كاونتر كلوك وايز بوزيتيف، وانا دائما بفرض المومنت كاونتر كلوك وايز بوزيتيف، تمام. اذا ال 200 هاي بدها تساوي اف كوساين ال 30 في بعدها عن الاي، واف ساين ال 30 في بعدها عن الاي، في بعدها عن اي. طيب اف كوساين ال 30 هاي اف كوساين ال 30 وبتعمل ايش؟ لاحظ بتعمل حوالين الاو كاون او حوالين الاي، هي الاف كوساين ال 30 هذا هو امتدادها، تمام. طيب وبتعمل حوالين الاو كاونتر، حوالين الاي كاونتر كلوك وايز. طيب البعد العمودي ما بين اف كوساين 30 والاي بيساوي 0.65 متر و 0.5 متر، يعني 1.15 متر، 1.15 متر، تمام. طيب نجي للاف ساين ال 30 اللي هي قيمتها بهذا الشكل، اف ساين ال 30، اف ساين ال 30 ملاحظ انها برضه بتعمل كاونتر كلوك وايز مع حوالين النقطه اي، حوالين النقطه اي. طيب قديش البعد العمودي ما بين الكاونتر، عفوا الاف كوساين ال 30، هاي الاف كوساين ال 30 واللي هو النقطة A، لاحظ هي معطيني 1.2 زائد 0.3، تمام؟ إذا لو حلينا المعادلة حيطلع عندي F تساوي 115 نيوتن، 115 نيوتن. طيب بقول لي هنا الـ F عندي بتساوي، السؤال هذا F تساوي 70 نيوتن، F تساوي 70 نيوتن. طيب بتأثر على نهاية البايب بوينت بي هنا، لاحظ الاف بتساوي 70 وبتأثر عند نهاية البايب عند النقطة بي. طيب ديترماين ثيتا انجل، بده الزاوية ثيتا، والثيتا هاي بدها تكون ما بين الزيرو وال 180 عشان تعطيني المينيمم والماكسيمم مين؟ مومنت اباوت ايه؟ اباوت مين؟ اباوت ايه؟ اذا انا بهتم بالنقطة اللي انا بشتغل حواليها ونقطة تأثير القوة، قيمة القوة، وهنا بده ثيتا بحيث انه بده ثيتا لما يكون المينيمم وثيتا لما يكون الماكسيمم. طيب لما انا بدي اجيب ثيتا المينيمم، عفوا لما انا بدي اجيب ثيتا المينيمم لما انا بدي اجيب ثيتا المينيمم يا باشمهندس، طيب لما انا اجيب ثيتا المينيمم لاحظ انه هاي اللي هو القوة اف ممكن تكون هنا، لو الزاوية ثيتا هنا ممكن تكون هنا، أو القوة تكون عمودية، أو القوة تكون بهذا الاتجاه، تمام؟ متى بقول لي، متى بقول لي إنه أنا المومنت، المومنت بيساوي بكون نيجاتيف مينيمم؟ لاحظ المومنت مينيمم هنا لما تكون اللاين أوف أكشن والدي ما فيش بينهم، ما فيش والنقطة فيش بينهم مسافة، اللاين أوف أكشن للفورس والايه والنقطة ايه فيش بينهم مسافة، لاحظ هنا في مسافة بينهم، وبالتالي لو لفينا الفورس بهاي الاتجاه، لو لفينا الفورس عفوا عفوا احنا لو لفينا ممكن يجي معنا هيك؟ لا، لو لفينا الفورس بحيث انه يقطع هاي النقطة بهاي الاتجاه، لاحظين علي؟
اللاين اوف اكشن بكون لها امتدادها امتدادها وبالتالي بقى النقطة او اي وبالتالي عندها بكون ثيتا تساوي صفر ثيتا عفوا ثيتا تساوي عندها المومنت تساوي صفر عند لما الفورس بتكون مقلب هذا الاتجاه خط عملها بمر بالنقطة اي بمر بالنقطة اي طيب شايفين هنا موضح عندي هذه النقطة اللي احنا سميناها فاي فاي اللي هي النقطة هاي بقول لي عند لما تكون القوة مالها بهذا الاتجاه وخط عملها بمر بالنقطة A إذا المسافة بين A وخط عمل الفورس بساوي صفر تمام وبالتالي أنا بيعطيني ايش المومنت بساوي صفر المومنت بساوي صفر تمام طيب المومنت هنا بساوي صفر طيب يا باشمهندس لو انا جيت هنا قلت له بدي اجيب الزاويه ثيتا الزاويه ثيتا مش هاي الزاويه ثيتا ميلها عن الافق بهذا الاتجاه هاي الافقي بدي الزاويه ثيتا عشان اجيب الزاويه ثيتا عشان انا اجيب هذه الزاويه بقول له تمام في حين انه القوة مائلة بهذا الاتجاه خط عملها بنمر بالنقطة A بتشكل عندي مثلث قائم الزاوية مثلث قائم اللي هو الزاوية وين المثلث القائم الزاوية اللي بتحكي عنه؟ بحكي عنه هاي A مع النقطة هاي مع B هو المثلث قائم الزاوية أضلاعه بتساوي 0.7 0.9 والوتر مجهول والوتر مجهول طيب يا باشمهندس لما انا جبت هذه الزاويه اللي هي فاي نعتبر انها هي الزاويه فاي بقول لي الزاويه فاي تان فاي بتساوي البوينت 9 على البوينت 7 ومنه فاي تساوي 52 فاي تساوي 52 لاحظ الان انه ثيتا تساوي الاثنين ال 180 كلها ناقص 52 لما تكون الزاويه مائله بقوه بزاويه مقدارها 127 عن الافق عن الافقي حنيتها يا باشمهندس بكون انا عندي المينيمم مينيمم مين؟ المينيمم اللي هو مومنت المينيمم مومنت اللي بيساوي صفر طيب الحين لو انا بدي الماكسيمم مومنت الماكسيمم مومنت الماكسيمم مومنت في الكروس برودكت في الكروس برودكت قلنا انه اي اكسدين الزاويه بينهم 90 بيعطوني اكبر قيمه للكروس برودكت هذه شغله المومنت عبارة عن كروس برودكت حتى لو انت مش منتبه له هو عبارة عن كروس برودكت تمام طيب انا عشان اجيب اللي هو المومنت بدي اقول له الزاوية هاي بتميل بزاوية 90 عن خط عمل عفوا المسافة بين A و F بدها تكون هي المسافة بين A و F اللي بتميل بزاوية 90 عن اللي هو عن إيه؟ عن اللي هو عن خط العام عن المحور عن المحور اللي بمر ب A و B تمام لاحظ عندي هنا لاحظ انا ميلت القوه بمقدار بزاويه مقدارها 90 عن اللي هو محور اللي بمر بين A و B تمام حنيتها انا عندي الان اكبر قيمه لمين؟ للمومنت، طيب هل تغيرت الزاويه فاي؟ لا ظل عندي مثلث قائم الزاويه الزاويه فاي 52 والزاويه ثيتا مجهوله وعندي هذه الزاويه 90 اذا الزاويه ثيتا في هذه الحاله هي ال 180 ناقص ال 90 ناقص الفاي ويساوي قديش؟ بيساوي 37.87 درجة تمام؟ الماكسيمم في هاي الحالة الماكسيمم أنا بقول له الماكسيمم في هاي الحالة القوة هاي طبعا هنا في حلين يا بحلل القوة لـ X و Y وهذه سهلة هنا معروفة أو بجيب قيمة اللي هو المحور AB وهو عبارة عن المسافة العمودية بين النقطة اللي بجيب حواليها المومنت ومين والقوة وخط عمل القوة جبناه من فيثاغورس بتطلع عندك بيساوي 1.44 1.44 مضروب في القوة F اللي هي في السؤال معطيني اياها 70 نيوتن بيعطيني 80 نيوتن دوت متر كاونتر كلوك واش كاونتر كلوك واش طيب ننتقل لسؤال جديد هو سؤال 41 في الكتاب
Determine the moment produced by the force FC about moment point. Point طبعا هنا A. نحكي عن point A أو O طبعا. بس هنا مش مكتوب البوينت. Express the result at the Cartesian vector. بقول لي بالله تجيب لي الناتج at the Cartesian vector. تمام؟ at the Cartesian vector. لاحظ أنا أول شغلة بدي أقول له الاف اي سي الاف سي عفوا الاف سي او الاف الاي من اي لسي هي عباره عن قيمه القوه هاي اللي هي 240 قيمه القوه اللي هي عباره عن 240 طيب مضروبه في مين مضروبه في اللي هو البوتنشال فيكتور من اي لسي البوتنشال فيكتور من اي لسي تمام طيب البوتنشال فيكتور من اي لسي لاحظ في عندي قيمها صفر وصفر صفر في اي وصفر في جي وستة في كي ستة في كي تمام طيب بالنسبة لسي لسي اثنين في اي ثلاثة ناقص ثلاثة في واي وصفر او وصفر في زد طيب لو انا قلت له سي ناقص اي بساوي اثنين ناقص صفر اثنين اي ناقص ثلاثة ناقص ثلاثة وناقص صفر ناقص ثلاثة جي وصفر ناقص ستة ناقص ستة كي هذا عبارة عن إيش البوتنشال فيكتور لكن أنا لما بدي أحول القوة من قوة من قيمة لمتجه بضربها في اليونت فيكتور تاع البوتنشال فيكتور يعني أنا بضربها في اليونت فيكتور تاع البوتنشال فيكتور طيب ضربناها في البوتنشال فيكتور في اليونت فيكتور للبوتنشال فيكتور طلعت عندي 120 في اي 180 في جي وناقص 360 في كي طيب الان بقول لي بدي المحور العمودي بين النقطه اللي انا بجيب حواليها المومنت وخط عمل القوه وخط عمل القوه تمام طيب انت هنا بامكانك تجيب الاو سي فيكتور يعني محور او سي او محور اي سي او محور لا عفوا او سي او او اي او اي او 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 اي ماشي بالتبادل تمام طيب ليش يا باشمهندس لاحظ انا بجيب وين اباوت نقطه مي اباوت بوينت ايش او تمام طيب لو انا مديت الخط او اي لاحظ انه بتقابل مع اللاين اوف اكشن للفورس اي سي يعني بيمشي لو مدينا المحور او سي او سي تمام بتقابل مع اللاين اوف اكشن للفورس تمام وبالتالي هما الاثنين بيمشوا الاثنين بيمشوا بيعطوا نفس اللي هو القيمه احنا استخدمنا الاو سي ار او سي الار او سي ايش قيمته الار او سي 6 كي 6 كي قيمته 6 في اتجاه اللي هو كي طيب الان نيجي نكتب اللي هو الكروس برودكت لهي القيمتين لهي الفورس او لهي المحور نقول له اي وجي وكي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف و 0 0 6 120 ناقص 180 ناقص 360 نعمل كروس برودكت اعمل اللي هو تحليل للمحدد بيطلع عندي 1080 في اتجاه اي 720 في اتجاه جي نيوتن متر لاحظوا ايش بدي اياه هذا كارتيزيان فيكتور طلعت معي هذا كارتيزيان فيكتور تمام طيب ديترماين سؤال ثاني 455 من نفس الكتاب بقول لي ديترماين ذا مومنت برودوس باي فورس اف اباوت اي سي اي سي اكسبريس ذا ريزلت هذا كارتيزيان فيكتور بده ريزلت هذا كارتيزيان فيكتور تمام طيب الان انا ايش بدي المومنت اللي جاي من القوه اف تمام اباوت اللي هو المحور اي سي هنا بدنا نركز اباوت المحور اي سي طيب عشان حكى لي اباوت محور بالتالي هو حدد لي محور تمام حدد لي محور في هاي الحاله يا باشمهندس لما يحدد لك محور انت بدك تشتغل حواليه قول له المومنت اللي انا بدي اياها هنا بدها تساوي اليونت فيكتور للاي سي طيب دوت الار كروس اف لمين للقوه اف طب احنا حوالين مين بنشتغل حوالين الاي سي طيب قديش عفوا
الار الار هنا قديش؟ الار هي المحور العمودي او المحور العمودي ما بين خط تاثير القوه واللي هو المحور اللي بجيب حواليه، المحور اللي بجيب حواليه المومنت، المحور اللي بجيب حواليه المومنت الاي سي، الاي سي. تمام. اذا انا بدي اقول له اليونت فيكتور تاع الاي سي دوت الار كروس اف. نجي لمين؟ اليونت فيكتور تاع الاي سي للمحور اي سي، اليونت فيكتور عباره عن البوزيشن فيكتور على الماجنيتيود للبوزيشن فيكتور. تمام. من سي ل اي، اي 0 0 0. تمام. والسي جاي 3 4 في اي و3 في جي، اذا 4 اي ناقص زائد 3 جي على اللي هو جذر على جذر ال 25 بتساوي 5، يعني بتساوي على اللي هو 5. هذا اليونت فيكتور للاي سي. هتقول لي طب ليش انت جبت يا باشمهندس اللي هو اليونت فيكتور للاي سي وعملت له دوت برودكت؟ لانه هو قايل لي ايش؟ بده المومنت اللي من القوه اف اباوت الاكسس اي سي. اباوت لما يقول لي اباوت اكسس اي سي بجيب الاكسس اي سي، بجيب له اللي هو بجيب له بجيب له اليونت فيكتور وبضربه في الكروس برودكت لا الار كروس اف. تمام. خلصنا من اليونت فيكتور اي سي، نيجي للار. الار هي المسافه العموديه بين اللاين اوف اكشن واللي هو محور اللي هو الاي سي، محور الاي سي. هنا ممكن نقول له البي سي، البي سي او السي بي. تمام. طيب بالاضافه لمين كمان نقول له الاي بي؟ الاي بي من الاي لحد البي لانهم حيتقاطعوا عند اللي هو الاي. تمام. طيب هنا احنا اخترنا اللي هو السي بي، السي بي ار سي بي بيساوي ناقص 2 في اتجاه كي. طب ليش ناقص؟ لانه احنا هي الصفر وبننزل كمان، عملت هي الصفر محدد واحنا هذا مستوى الصفر احنا نازلين عنه 2 فولت، اذا ناقص 2 في اتجاه كي. ماشي. نجي الان نكمل. القوه معطيني اياها هذا كارتيزيان. تمام. فيكتور يعني مش معطيني اياها القيمه. طيب اف تساوي 4 اي 12 جي ناقص 3 كي. نجي نعمل ايش؟ الكروس برودكت 4 على 5، 3 على 5 و0 في اتجاه كي. هذا بالنسبه لمين؟ لليونت فيكتور للاي سي. نجي للار. ار تساوي ناقص 2 كي. طيب القوه لها قيم في كل الاتجاهات زي ما احنا شايفين كتبناهم. طلع عندي الناتج لما انا حللت هذه القيمه 14.4 باوند، 14.4 باوند. هذا كارتيزيان، بدي اروح هاي القيمه اضربها في مين؟ في اليونت فيكتور لمين؟ للقوه. عفوا للمحور. طب انت ضربت في اليونت فيكتور وبعدين رحت عشان تحول لمين؟ لسكيلر، ومن سكيلر لفيكتور برضه رحت حول ضربت في اليونت فيكتور. لاحظ هنا عملنا له دوت برودكت، دوت برودكت. تمام. هنا لا مش دوت برودكت، هنا ضرب عادي، ضرب عادي. تمام. طيب نجي للسؤال اللي بعده. بقول لي برضه سؤال كتاب 475، لو عندي القوة اف، هاي القوة اف بتساوي 200 باوند ديترماين ذا ريزلتنت كابل مومنت. بده مين؟ الكابل مومنت. الكابل مومنت او تين متساوي تين في المقدار، متعاكستين في الاتجاه، خط العمل غير مشترك. طيب خط العمل غير مشترك، يعني لو اجينا للقوة اف هاي والقوة اف هاي بعملوا كابل، والقوة ال 150 وال 150 بعملوا كابل. ليش؟ لانه خط عملهم مش واحد، في هم متعاكسين في الاتجاه ومتساويتين في المقدار. الان بحكي لي بده مين؟ الكابل مومنت. الكابل مومنت انا بدي اقول له والله بدي افرض الكاونتر كلوك وايز بوزيتيف والكلوك وايز نيجاتيف. تمام. هذه شغله. الشغله الثانيه بدي احدد القوه اللي بتعمل كاونتر كلوك وايز والقوه اللي بتعمل كلوك وايز. ثالث شغله بدي اجيب قيمه كل قوه واضربها في بعدها عن القوه الثانيه، هذا هو الكابل. تمام. لو جينا للقوه 150، هاي 150 وقلت له تعال بالله حوالين النقطه A مثلا او حوالين النقطه، بيلاحظ انه الكابل ملوش نقطه معينه او النقطه هنا مثلا، بدي يقول لي ايش بتعمل هاي النقطه؟ هاي النقطه اول حاجه لها ايش؟ بنحللها، بنحللها ل 150 كوزاين 150 ساين. تمام. والتنتين اذا انت ملاحظ، اذا انت ملاحظ بلفوا عكس عقارب الساعه. نفس الحاجه هان
150 هاي كوزاين 150 ساين، عفوا 150 كوزاين 150 ساين، والتنتين بيلفوا عكس عقارب الساعة، بحاولوا يلفوا الجسم عكس عقارب الساعة. تمام، نجي للقوة F. قوة F لها قيمة في X ولها قيمة في Y. قيمتها في X F بثلاثة على خمسة بهاي الاتجاه. تمام، لاحظ انها بتحاول تلف الجسم كاونتر كلوك وايز، وف على في 4 على 5 بهذا الاتجاه برضه بتحاول تلفه كاونتر كلوك وايز. هذا اللي كاتبينه نوت لفورس 150 باود تراي روتيت ذا سيستم كلوك وايز، 200 باود تراي روتيت ذا سيستم كاونتر كلوك وايز. تمام، طيب المهم الاحظ انه هو فرض لي كاونتر كلوك وايز بوزيتيف كلوك وايز نيجاتيف. المهم قبل ايش بتساوي؟ الناقص 150 هاي في كوزاين الثلاثين، هاي 150 كوزاين الثلاثين من اللي هو لو نرسم خط هيك، هذا هو 150 كوزاين الثلاثين بهذا الاتجاه، وهنا برضو 150 كوزاين الثلاثين. تمام، اذا قيمتهم في قيمتهم في البعد بينهم اللي هو 4 فوت، طيب، واتجاههم اللي هم كاونتر كلوك عفوا كلوك وايز ناقص. نفس الحاجة لمين؟ لل 150 في الاتجاه الرأسي، 150 هنا و 150 هنا، المسافة بينهم 4 فت وقيمتهم 150 ساين الثلاثين، والاثنين بيعملوا كلوك وايز اذا ثالث. تمام؟ طيب هاي القوة 150 بحد ايش مركباتها. نجي للقوة F. بعد ما حللنا القوة F بنجيب قيمة القوة بنجيب قيمة مين؟ هو قال لي القيمة F بتساوي 200. تمام، بعد ذلك بنجيب قيمة اللي هو المومنت بيساوي 260 كاونتر كلوك واي، كاونتر كلوك واي. تمام، لا هنا قال لي انه هو طلع سالب 260 باوند فوت، قول له اذا هو 260 كلوك واي، لانه انا اصلا فارض الكاونتر كلوك واي بوزيتيف. تمام، يلا نشوف السؤال اللي بعده. نفس الشغله بس ايش بقول لي؟ بده القوه اف هنا اللي بتخلي الريزلتنت للمومنت بيساوي صفر. الريزلتنت للمومنت بيساوي صفر. طيب ولاحظ هنا معطيني انه هاي القوه بس هنا بس لو تنتبه على الذراع هذا من نصه لا نهايه نصه من نصه لنهايه نصه، يعني اللي هو من هنا لهنا في عندي 1 متر، اذا الطول من هنا لهنا 1 متر، يعني القوة المسافة بين الاف والاف او الخمسة والخمسة 1 متر. القيمة المركبة الافقية للاف والمركبة الافقية للنقص اف في بينهم 1 متر. تمام؟ طيب انا نفس الحاجة بروح وانا محلل القوة محدد كل محل مركبة ايش بتعمل، هي كاونتر ولا كلوك وايز لا كاونتر كلوك وايز، وبعد ذلك بطبق اللي هو سميشن المومنت هنا بده يساوي صفر. المركبة المومنت هنا بده يسافر يساوي صفر، ليش؟ لأنه أصلا في السؤال قايل لي بده القوة اللي بتخلي الكابل مومنت يساوي صفر. جينا هنا نفس الحاجة زي ما فرضنا، الأف هاي الأف المركبة الأفقية لها بتعمل ايش؟ كلوك وايز، لكن المركبة العمودية بتعمل كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز. نفس الشغلة المركبة الأفقية لا اللي هو لا الاف هاي الاف المركبة الافقية الها بتعمل كلوك وايز، المركبة الرأسية بتعمل كاونتر كلوك وايز. المهم طلعت عنده القوة تساوي 4.21، 4.21. طيب نيجي للسؤال الاخير في هذا التسجيل 498، determine the resultant couple moment of two couple that act on the pipe assembly the distance from A to B equal 400 ملي اكسبريس ذا ريزلتنت از كارتيزيان فيكتور. تمام، بحكي لي انا عندي هاي قوة مقدارها 50 نيوتن وهاي قوة مقدارها 50 نيوتن، هذا في اتجاه الاي وهذا في اتجاه اللي هو الكي، هذا في اتجاه الاي وهذا في اتجاه الكي. طيب بقول لي هنا في 350 ملي من عند اللي هو نقطة الاصل لاي، في 350 ملي زائد 250 ملي من نقطة الأصل للسي، في عندي اللي هو الـ AB هذا مقداره 400 ملي ومائل بالزاوية 30 عن اللي هو الزد ومين؟ الزد واللي هو الواي، زد وواي.
زد وواي. تمام. نجي الآن أول شغلة بس إحنا عشان إيش نقول له إيش الكابل بيساوي، نقول له قيمة القوة 50 في البعد بين القوة 50 و50، يعني اللي هو 400 ملي. بس عاد إيش بدي أنا كارتيزيان، لأنه بدي إياه كارتيزيان فيكتور. تمام. طيب البعد بين زائد القوة الثانية في البعد بينها، القوة الثانية في البعد بين القوة الثانية، يعني القوة الأولى 50 نيوتن في اتجاه اي، القوة الثانية 35 نيوتن في اتجاه كي. طيب نجي لإيه؟ إيه مقدار قيمتها؟ 350 اكس، صفر في اتجاه واي وصفر في اتجاه زد. هاي بوينت 3500. نجي لمين؟ لبي. البوينت 3500 في اتجاه اي، و 300 عفوا ناقص ال 400 كوزاين 30 في اتجاه مين؟ الجي. زائد ال 400 كوزاين 30 في اتجاه ساين 30 في اتجاه الزد. ليش قلت 400؟ لانه معطينا 400 ملي واحنا بنستغل ايش؟ كيلو نيوتن ونيوتن عفوا نيوتن. اذا انا بدي متر، بدي اطلع الكابل بالنيوتن بس متر. تمام. طيب السي، السي بتبعد البوينت 3.5 زائد بوينت 2.5 بوينت 6 في اتجاه اي. قديش بتبعد عن اتجاه الواي؟ بتبعد عن اتجاه الواي نفس قيمة بي، وعن اتجاه الزد نفس قيمة بي. تمام. طيب نجي الآن انا بدي اجيب الكابل تاع مين؟ تاع ال 50، هاي تاع ال 50 نيوتن. عشان اجيب الكابل تاع ال 50 نيوتن بدي اجيب اللي هو ال عفوا بدي اجيب اللي هو الفولتج فيكتور بتوين اي وسي، اي وسي. تمام. الار سي اي، تمام، ار سي اي اللي هي بوينت 3.5 بوينت 6 ناقص بوينت 3.5 بوينت 2.5 في اتجاه اي. طبعا ار سي اي بالتالي انا بقول اي ناقص سي، عفوا اي ناقص سي، يعني بوينت 2 بوينت 3.5 ناقص بوينت 6 بعطيني ناقص بوينت 2.5 في اتجاه اي، وكمان كمل لي هنا بوينت 3.5 في اتجاه جي وناقص بوينت 2 في اتجاه كي. هذا بالنسبه لمين؟ ار اي سي. تمام. طب انا بس ار اي سي هو عفوا بس هو الار اي سي اللي انا ممكن استخدمه؟ لا، ممكن تستخدم الار اي بي. ايش دخل الاي بي؟ لاحظ خط عمل القوه، خط عمل القوه هي بهذا الاتجاه وخط عملها بهذا الاتجاه. الار اي بي بمر بخط عمل القوتين. تمام. بمر بخط عمل القوتين، يعني انا كان بالامكان استغني عن كل هذا واجيب الار اي بي واضربه بالنسبه لل 35 في اتجاه كي ولل 50 في اتجاه اي. تمام. المومنت كابل اي جي كي هي محدد، انا عندي هذا عباره عن محدد هي، وهذا عباره عن محدد ثاني بينهم اجاره الزائد. فكينا المحدد هذا، فكينا المحدد هذا، طلع عندي سالب 12 في اتجاه اي، 10 ناقص 10 في اتجاه جي، ناقص 17 في اتجاه كي. نفس الحاجه قال لي ممكن انت تقول له والله انت المومنت كابل بتساوي الار اي بي في القوه الاولى والار اي بي في القوه الثانيه. وحكينا ليش؟ لانه الار اي بي بمر بخط عمل القوتين، سواء ال 50 نيوتن سواء 35 نيوتن. والسلام عليكم ورحمه الله. المره الجايه ان شاء الله.